تلقيت الخبر بطبيعة الحال الخبر الصاعقة والخبر السابقة في تاريخ الجامعة المغربية، لأنه ما احترمش التقاليد والقوانين والأعراف اللي مشات عليها الجامعة المغربية منذ التأسيس ديالها إلى الآن. وكنعتبروا بأنه هذا تسلط وهيمنة ديال الحكومة دون الأخذ بالاعتبار المخاطر وما سيترتب على قرارات من هذا النوع. وبطبيعه الحال ما يمكن الا ندينو نشجبوا هذا الموقف اللي خذته الحكومه وخاصه وزاره التعليم العالي ووزاره الصحه. ما اعتقد بانه داخل الجامعه ديالنا كنتعاملوا بمنطق ديال التيارات السياسيه. نحن نتعامل بمنطق اكاديمي علمي وثقافي وفكري. لا اتعاملون مع السي احمد الحوس منذ عرفته وزميلي في مجلس الجامعة، وكان زميلي في مجلس التدبير، مناضل مخلص داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي، تحمل المسؤولية وهو عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي وكاتب جهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي. إنسان ديال الحوار وإنسان اللي ما يمكنش أنه يتهم بهذه التهمة بأنه أخلى بالتزاماته المهنية. وإلا شفتوا السيفي ديالو غادي تلقاو بأنه من خيرة الأطور المغربية اللي نعتزوا نفتخروا بها.